تدريسية سلاف عبد العظيم، تدريسية كلية الطب حمورابي. محاضرتي اليوم هي الجرام بوزيتيف باسيلاي باكتيريا، طبعا من ضمن مادة الأحياء المنشرية للمرحلة الثانية كلية الطب حمورابي. نبلش في المحاضرة. مبدئيا أنا عندي الجرام بوزيتيف باكتيريا. الجرام بوزيتيف باكتيريا جنرال احنا راح نعطيها لون اللي هو البيربل. البيربل راح تكون عندي اقسمها تو تايب، اما باسيلاي مثل ما نعرف الباسيلاي اللي هي رود شيب والكوكاي الراوند. الباسيلاي راح تتقسم اكوردنج تو ميني بروبرتيز، السبور فورمينج مثل ما نعرف هي الايروبيك راح ناخذ الباسيلاي، والان ايروبيك هي الكلوستريديا. اما النون سبور فورمينج هاي راح تكون راح نقسمها الى يعني تكون بكتيريا غير خيطيه نون فيلمنتس وفيلمنتس. النون فيلمنتس اللي هي الليستيريا والكوراني بكتيريا، اما الفيلمنتس فهي النيوكارديا والاكتينومايسيس. اضافه لذلك عندي اني الكوكاي اراوند، هاي راح تدخل لي تقسيماتها راح نروح الى نقسمها على اساس تو بروبرتيز، كاتيلايز نيجاتيف ان تشين. مثل ما نعرف احنا بصوره عامه من البكتيريا اللي عندي ان تشين هي ستريبتوكوكاس والانتيروكوكاس، اما الكاتيلايز بوزيتيف ان كلاستر اللي هي الانكلوديه فهي ستافيلا كوكس. اضافه لذلك معلومه نوت جدا مهمه اعرفها، انه انا عندي الكوغيوليز، كوغيوليز بوزيتيف اللي هي الستافيلا كوكس اريوس، والكوغيوليز نيجاتيف هي الستافيلا كوكس ابيديرميدس. على وجه الخصوص انا راح اجي اختص بالنون سبور فورمينج جرام بوزيتيف رود اللي هي مثل ما قلنا الكوراني بكتيريوم ديفثيرا واللاستيريا مونوسايتوجينيسيس. طبعا عندي صورتين هنا أنا راح توضح لي الكوراني بكتيريوم ديفثيرا واللاستيريا. مثل ما نشوف بالصوره الثانيه احنا يعني مركزه على انه تكون الخيوط اللي موجوده باللاستيريا، لان راح نتطرق انه عندها حركه وهذا فد ميزه ديستينجوش راح اميز بين الكوراني وبين اللاستيريا. بصورة عامة إذا أجي للكوراني بكتيريا ديفثيرا، مثل ما نشوف قبالنا الكوراني بكتيريا ديفثيرا كيسز ديفثيريا مثل ما معروف بالبيئة العامية مرض الخناق، وإحنا بدنا نشوف الصورة قبالنا ليش دا يصير مرض الخناق؟ لأن راح يصير obstruction للأيروي اللي موجود عندي، فنشوف gray pseudomembrane covering راح يتكون لي pseudomembrane gray مثل ما نشوف بالصورة قبالنا اللي هو يكون لونه رمادي. هذا السيدوممبرن او اقول عليه الغشاء الكاذب هذا راح يغطي لي البوستيرور فايرينكس اللي موجوده عندي، بالتالي ميك انفليميشن اوف بليتا اند فايرينك كيسز باي ديفثيرا توكسين. فأنا هذا كله راح يتغطى هذا المجرى الايروي، بالتالي انا ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي الدفثيريا او الخناق، صعوبه راح تكون عندي صعوبه بالتنفس. اضافه لذلك راح يتكون عندي هذا نتيجه للاكزوتوكسين، وراح ناخذ ديتيلز الاكزوتوكسين للبكتيريا واليه عمله. مهم جدا اني من اجي اتطرق لاي بكتيريا موجوده اعرف الفارونس فاكتور اوف ذا بكتيريا. الكوراني بكتيريا ديفثيرا سلاح اللي موجود لتحارب به هو الاكزوتوكسين، هذا راح يسوي لي انهبيشن للبروتين سينثيسيس عن طريق شنو؟ انهبيشن للإلونجيشن فاكتور 2، وبالتالي راح يتكون لي هذا الجراي سيدوممبرين اللي يسوي كفرنج للايروي اللي موجود عندي. النقطة الثانية اللي لازم اعرفها الجنرال بروبرتيز او الامبورتنت بروبرتيز اوف ذا بكتيريا. طبعا البكتيريا هي نفس ما قلنا بالتقسيم بالبداية هي جرام بوزيتيف رود ذات ابير such a club shape. يعني هنا انا دا اقول شكل المضرب، ومثل ما معروف عندنا شكل المضرب يكون وايدر ات وان اند، يكون باتساع او عرف في جهه واحده، ومثل ما دا نشوف بالصوره قبالنا راح يكون وايدر ات وان اند. من اجي انا اريد اشوفها راح تكون ترتيبها بشكل في او ال شيب فورميشن. يعني انا من اجي اقول دا اشوفها اندر مايكروسكوب راح اشوف في او ال شيب فورمينج. اضافه لذلك تكون بيدت شيب،
نقطة كلش مهمة، انه أنا لازم اعرف انه البيضة consist of granule، انه نقطة مهمة جدا راح تتكون من granule of height polymerization. هاي granule شنو هاي؟ هاي عبارة عن polyphosphate، هي storage mechanism for height energy، راح تحتوي على الفوسفيت bond. هاي الجرانول اللي المهمة جدا انه هاي تكون الجرانول ميتاكروماتيكلي، يعني شنو؟ يعني الخلية rest of cell راح تصبغ عندي ببلو، لكن هاي الجرانول راح تصبغ عندي بصبغات هي red stain. ومثل ما نشوف بالصورة هناك بالنا rest of cell blue. طبعا احنا نركز على نقطة جدا مهمة انه هسه احنا نشوف green لون green rest of cell، لكن هو بصورة general blue. واذا نشوف قبالنا هذا اللون البلو اللي يكون محاط باللون الريد. اهم نقطة اني اركز عليها الجرانول اللي موجودة، ليش؟ لان هي ميكانيزم ستورج انرجي بوليفوسفيت اللي يكون لونها ريد. ومثل ما نشوف الجرانول كلش عندي واضحة. طبعا اني اتطرق انه لازم اعرف شكل البكتيريا على مود اجي اني من اسوي لها diagnostic بالمايكروسكوب. انا عندي background about shape of bacteria about arrangement of bacteria. طبعا اذا يجيني، اكيد اذا يجيني انا من الفيزيشن او الطبيب المختص، اذا يجيني اوردر يقول لي سوي لي diagnostic لهذا البكتيريا، لازم يكون عندي background. اضافة لذلك انه انا الفيزيشن already انه من يشوف الجراي سيدو ممبر انه تكون كلش واضحة بصورة كلير، فما راح يسوي لي للاني كمحلل، انا كمحلل وكدايجنوستيك انه يقول لي يا بسوي لي هاي لها تحليل او سوي لي دايجنوستيك لها، سوي لي مسحه وسوي لي دايجنوستيك خل اشوف شنو نوع البكتيريا، لان اوريدي ذا باك جراوند. وقلنا الاشاره شنو هي؟ الاشاره انه ستيدو ممبرين اللي موجود بالمنطقه البوستيرال فاينكس. نجي للترانزميشن، نقطة جدا مهمة نعرفها انه الهيومن ار اونلي ناتشورال هاوس للكوراني بكتيريا ديفثيريا، تمام؟ بوث التوكسوجي اند النون توكسوجي، يعني انا ما راح اشوفها تروح تنتقل عن طريق انيمال، عن طريق اي حشرات، عن طريق موسكيتو واشياء يعني مثل الانواع الاحياء المجهرية الاخرى. هاي انه الهيومن عندي ار اونلي ناتشورال هاوس. طبعا الاورجانيزم ريسيديا بالابر ريسبيراتوري تراكت، وهي نقطة جدا مهمة انه هو تبقى هذا الاورجانيزم بالابر ريسبيراتوري تراكت، ما اتوقع انه اني ينزل لللور لللنج ويسوي لي مشاكل باللنج، لا راح يكون فقط على الفروته اللي موجود بالبوستيرار فايرنكس راح يستقر هنا ويسبب لي مشاكل هنا. يعني مو مثل بكتيريا، عندي بكتيريا اخرى مثلا راح تنزل لي لللنج تسوي لي كومبليكيتد، تسوي لي مشاكل باللنج. نقطة جدا مهمة اعرف الباثوجينيسيس اوف بكتيريا، اوذو الاكزوتوكسين اللي سبق وتطرقنا عليه قلنا امبورتنت بارونيس فاكتور اوف بكتيريا، وانا جدا مهم اعرف انه كل بكتيريا البارونيس فاكتور مالتها. Production is essential for pathogenesis، يعني انه هذا الاكزوتوكسين هو المهم على مود تسوي الباثوجينيسيس، يعني هاي البكتيريا without this exotoxin هي ما اعتقد تقدر تسوي لي اي باثوجين. Invasiveness نقطة جدا مهمة، اعرف شنو انواع التايب البكتيريا الانفيزيفنس، لانه هي تكون medical more important للفيزيشن كاني كدايجنوستيك، تكون كلش عندي important انه هي invasive. It's also necessary because the organism must first establish. انا هنا نقطة اوضحها انه البكتيريا بالبداية هذا الاكزوتوكسين اللي هو الامبورتنت باثوجين بالبداية راح يسوي لها establishment، يثبت البكتيريا and maintain itself in the throat. ثبتت البكتيريا بالثروت بقت، احنا قلنا هي تكون بالابر ريسبيرتوري، ما راح تنزل للور ريسبيرتوري، تمام؟ هذا التوكسين افكت على all eukaryotic cell، ما يروح لغير مكان، دائما يستهدف لي ال eukaryotic cell. Has no effect on ألانونغس فاكتور in prokaryotic cell، يعني ما يأثر لي على prokaryotic cell. هذا التوكسين إذا أجي إذا أشوفه إنه هذا باعتبار البرونيس فاكتور مال البكتيريا، يعني هذا فشيء كلش important، لازم أني أدرسه with details. هذا راح يكون عبارة عن single polymer.
هاي السنجل بوليبيبتيد راح تكون من تو دومينانت. كلش مهم اعرف التو دومينانت. التو دومينانت بايندينج دومينانت يحتاج بايندينج دومينانت. ليش ما يحتاج بايندينج دومينانت؟ انا قلت من راح يبقى بالبوستيرير فايرنت وراح يصير للبكتيريا استابليشمنت، راح يصير بها منتين بالثروته، لازم عندها جزء البايندينج اللي مسؤول عن الارتباط. هذا البايندينج دومينانت هو يسوي بايندينج توكسين للجلايكوبروتين ريسبتر اون سيل ممبرين. يعني انا كهيومن عندي الخليه جلايكوبروتين ريسبتر، هذا وين راح يجي يرتبط البايندينج دومينانت؟ اون جلايكوبروتين ريسبتر. هاي نقطة جدا مهمة اعرفها. without هذا الجزء، هذا الجزء الدومينانت، فالتوكسين ولا شيء عندي. التوكسين ولا شيء، كل شيء ما راح يقدر يسوي، لان هذا يجي ريسبتر موجود على الخلية، راح يجي رأسا راح يرتبط به، اوكي ثبت السم، ثبتت الخلية، راح يجيني الدومينانت الثاني او الجزء الثاني مال التوكسين، هو الاكتيف دومينانت. Possesses enzymatic activity. يعني أنا جزء ارتبط، جزء ثاني سوالي، جزء ثاني سوالي binding، سوالي enzymatic activity. هذا التأثير القوي للبكتيريا اللي ينطاها الإنزيم، تمام؟ إضافة إنه الهوست ريسبونس طبيعة الحال مثل ما نعرف كأنا كجسم دفاعي، جسمي اجت بكتيريا استعمرت، اجت سوت invasive توكسين عندها ارتبطت بها تو دومينانت مثل ما تطرقنا، جسمي ما راح يقعد اون سايلنت، لا انا عندي ميكانيكيات دفاع، ميكانيكيات دفاع موجوده بجسمي، شو راح تسوي هاي ميكانيكيات الدفاع؟ طبعا اوكي صار لوكال انفلاميشن ان ذا ثروت وذ فايبرس راح يمتد فروم ذا توت ادهيرنس، راح يسوي لي الجريسي دومينانت كاركترايز اوف ذا ديزيز. راح يجيني الانتي بودي. الانتي بودي شنو؟ that can neutralize the toxin activity. شلون ايه؟ انا جسمي يريد يتخلص من التوكسين اكتيفيتي، يعني جسمي الانتيبودي اللي موجود عنده هدف معين انه لازم نيوتراليز، لازم اتخلص من التوكسين اللي موجود عندي، من التوكسين اللي موجود عن طريق شنو؟ بلوكينج انتراكشن ذا بايندينج دومينا وذا ريسبتر. احنا ايش قلنا البايندينج دومينا مثل ما تطرقنا؟ قلنا البايندينج دومينا يرتبط بالجلايكوبروتين اون سيل ممبرين. الانتيبودي صار هذا الارتباط، الانتيبودي تحاول تفصل البايندينج دومينا عن الجلايكوبروتين. هذا الارتباط راح تحاول الانتيبودي تفصله، وبالتالي الانزيماتيك اكتيفيتي اللي موجود ما راح يشتغل، وبالتالي الاكزوتوكسين ما راح يشتغل، وبالتالي شنو؟ يقلل مستوى الانفلاميشن الواصل له. يعني انا من الجسم يقعد ويسكت وما عنده مناعه، نطرق مثلا نقول جماعه الامينو كومبرمايز بيبل اللي تكون مناعتهم زيرو مثلا، ما راح البكتيريا راح تيجي، راح تستمر البكتيريا، بالتالي ايش راح يصير عنده؟ راح يصير اوبستراكشن للاير واي الموجود، وبالتالي راح يتكون عندي الدفيره او ما معروف قلنا الخناق. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.